تعمدت اني اطول شويه في هذا المقطع على كان يجيب لكم من اول السطر لاخره، يجيب لكم من اول السطر لاخره. اديكم شايفين، وثقوا في دولتكم، وثقوا في رئيسكم. احنا بصدد تقديم بلاغ للنائب العام بشأن إهدار المال العام في نادي الزمالك في تعاقده على شراء هواء من قنوات فضائية دون عمل الإجراءات اللازمة لذلك، وإخراج أموال من خزينة نادي الزمالك المال العام، المال العام، دون وجه حق ودون اتباع الإجراءات القانونية لذلك، وتخطي المبالغ بالأمر المباشر للمبلغ الذي حدده القانون وقدره 500,000 جنيه، ما زاد عن 500,000 جنيه لابد من اتباع إجراءات قانونية وعمل إعلانات في الصحف وأن تدخل كل القنوات في مناقصة أو مزايدة زي ما بيسموها أهل القانون، أنا مش أهل قانون، من أجل أن يحظى الزمالك على أفضل عرض ممكن. طب ما أنا عندي قناة عندها استعداد تعمل برنامج لنادي الزمالك بمليون جنيه وتديله نفس المساحة وموافقة على نفس الشروط، حرمتها ليه من أنها تنال هذا الشرف؟ فبكل جرأة لن نسكت على فساد ولن نسكت على إهدار المال العام، وما حصل في التعاقد مع قنوات فضائية هو إهدار للمال العام، وما حصل باستخراج شيكات متحفظ على أرصدتها في البنوك ومحجوز عليها هو تقليل من قيمة نادي الزمالك وإهدار للمال العام. والمقدمات اللي طلعت للقنوات وزادت عن 1.5 مليون إهدار للمال العام، ونحن سائرون في تنفيذ وعدنا ليكم. فلوس الزمالك مش تكية لحد ولا بيتهرب بها الأفراد ولا بيتجيش بها الجيوش عكن وقف الناس عن العمل وقطع الأرزاق، ولا الزمالك طرف في معارك مع حد. الزمالك عظيم بأبنائه منذ أن أنشئ وحتى الآن، الزمالك عظيم برجاله، الزمالك عبر تاريخه لم يدخل في هذا الكم من الخصومات مع القاصي والداني لمجرد الاختلاف في الرأي مع رئيس نادي الزمالك. التعاقد مع قناة LTC إهدار للمال العام، وأنا بتكلم على القناة التي أعمل فيها، ولتسمح للقناة بعد إذنكم عشان ما احبش أتكلم عن قنوات أخرى، عقد الزمالك مع LTC إهدار للمال العام، وهذا بلاغ على الهواء مباشرة. 6 مليون جنيه اللي اتعاقد بهم نادي الزمالك على نفس الفترة الزمنية وبنفس الشروط اللي متعاقد بها برنامج كرة بلدنا إهدار للمال العام، لأن عقد برنامج كرة بلدنا مع LTC ب3 مليون جنيه، وطبقا للقانون والقواعد تم التعاقد إنك تاخد أبو 3 ب6 إهدار للمال العام، إنك تحاول إنك تقطع أرزاق الناس من فلوس الزمالك إهدار للمال العام، إنك تحاول تقفل برنامج عكن مختلف معاك وتستغل أموال الزمالك الشريفة في قطع الأرزاق إهدار للمال العام. كلام وقولا واحدا، عرفتوا ليه يا زملكاوية ياللي عزاز عليا الفرقة بتخسر ليه وتتعادل ليه؟ أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، وزد على ذلك
التوفيق المعلق في كرة القدم بأرجل اللاعبين لا يأتي إلا بالعدل. مجلس إدارة يسخر أموال النادي على كنواه التمانية يمنعنا من الظهور على قناة LTC. يا زملكاوية، مجلس الإدارة بيضيع فلوسكم على كان يقفل أفواهنا.